جمهوره ده حماه، ودائما جمهوره حماه ودائما عظيم يا جماهير الأهلي. وأنتم فعلا وقت الشدة بتبقوا الرقم المهم والأهم في المعادلة، وعشان كده ما نجلس يا أستاذ إبراهيم. أما جه تاني مرة وابتدى كسب سنتين ورا بعض، أتذكر مشهده وهو بيلف في الملعب يوم ما حسم الدوري وبيعمل الجمهور فور يو فور يو فور يو فور يو فور يو، ويمكن دي النقطة من أجلكم. أيوة من أجلكم. شوف أبلغ أبلغ تعليق يلخص العلاقة بين الأهلي وجماهيره. تعمل كل ده من أجل هذا الجمهور، هذا ما يفعله الأهلي فور يو، عشان الناس بس ما تحورش الكلام بمعناه اللي أنا ابتديت بيه. نحن نعمل من أجلهم، مش نحن عادل القيعي، الأهلي ومسألوه ولاعبوه من أجلكم، إسعاد هذا الجمهور من أجلكم، العلاقة تبقى كده من أجلكم. اللحظة المهمة لما لعيبة الأهلي راحت تعتذر للجمهور، والجمهور اللي في لقيته مودع البطولة المحببة بيرد التحية. كيف يحرم الأهلي من جماهيره العظيمة؟ إيه الجمال ده؟ إيه الرقي ده؟ هو الرسالة إيه اللي وصلت في الملعب يوميها؟ عارف اللي مسيطر؟ إيه الرسالة يا أستاذ إبراهيم؟ بس على خاصة، اعملوا اللي عليكم وإحنا في ظهركم ومقدرينكم، اعملوا اللي عليكم، ما تأثروش، وما تأثروش في حقنا، وما تأثروش رقبتنا. أيوه، عارف الجمهور اللي مسيطر عليه على ذهنيته في اللحظة دي ايه؟ في رأيي مش عايز ينكسر، مش عايز يعيش اللحظة اللي الأهلي انكسر، الأهلي خرج من البطولة، بس الجمهور رافض انه يعيش لحظة الانكسار، فحولها الى وقود انتصار حقيقي. المفهوم للعلاقة مفهوم جد لقيمة الأهلي. بالظبط، اعمل اللي عليك يا ابني وما تقلقش، انا مش بحطك تحت ضغط لكن بحطك امام مسؤوليتك. معاك يا اهلي. نشوف الاستاذ عمرو اديب في ام بي سي مصر بعد خروج الاهلي، حب يحفل ولا يعمل ايه؟ عايز اوجه تحيه الى جمهور النادي الاهلي واقول يا بخت الاهلي بجمهوره. الناس دي النهارده تجمعت في استاد برج العرب زي ما انتم شايفين حضراتكم بعشرات الالاف، وفي نهاية المباراة رغم اخفاق الاهلي في التآهل الى ان هذا الجمهور الوفي زي ما بقول لحضراتكم، يا بخت الاهلي بجمهوره ويا بخت فرقة الاهلي بجمهورها. تصفيق حاد لكل لاعب في المباراة رغم اخفاق الاهلي وفوزه بهدف واحد. زي ما حضراتكم شايفين من اول الماتش لنهايته يشجع جمهور الاهلي فريقه ويقف وراءه وبيحاولوا يديهم الدعم ويدوهم التشجيع انه يقدر الاهلي يكمل في مشواره في الدوري المصري رغم خروجه بشكل يعني غير جيد طبعا. فكل الأهلوية يعني في القهاوي وفي كل مكان النهاردة جمهور الأهلي جمهور وفي، وارجع واقول يا بخت الأهلي بجمهوره، وبنقول للأهلي هارد لك. صحيح، ولكن خليني بقى اكلم حضراتكم عن الماتش. يا عم عمرو معذب نفسك ليه؟ تم تتحول الى جزء من هذا الجمهور العظيم. يا بخت الأهلي بجمهوره، ده يخلينا نقول لكل واحد أهلاوي كان في برج العرب شكرا، شكرا بجد، شكرا إن أنت مثلت الأهلي في المدرج أحسن تمثيل.
انك ساهمت في صوره حضاريه محترمه لجمهور فعلا راقي ومحترم وجمهور رياضي قدر مجهود لعيبته، عرف قد ايه بذلوا كل اللي عليهم ما قصروش، ففي النهايه استحقوا التحيه حتى وان كان خالفهم التوفيق او غاب عنهم الحظ او وقف ضدهم هذا البكاري. ابراهيم فايق في قناه النهار، نشوف رايه ايه في خروج الاهلي. تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي ما فيهاش جدال. مستحيل مستحيل يكون ده جمهور فرقه مغلوبه 5-0 ابدا. الناس من الساعه 11 الصبح وبقالهم اكتر من كام يوم بيناموا في الشارع علشان يبقوا موجودين ورا النادي الاهلي. لفته لو بتعكس حاجه مش هتعكس اكتر من انه ازاي يبقى انت جمهور منتمي وجمهور وفي. والحلو واللي عجبني النهارده هو كمان الوعي، ودي تحط بقى تحتيها مليون خط، هقول لك ازاي الوعي. تعالوا نشوف شويه كده من هتافات جمهور النادي الاهلي وهذه الاعداد اللي انا متاكد بنسبه مليون في الميه مليون في الميه انه النادي الاهلي ما كانش حاضر له بس في المدرجات 30,000. انا متاكد ان كان هناك دعم كبير جدا جدا من وزاره الداخليه ومن الامن المصري في المساعده على دخول جمهور، انا متاكد انه اكتر من 30,000، ومتاكد انه الناس كان في حاله من حالات التشجيع وحاله من حالات المسانده للنادي الاهلي، لان الرقم اللي انا شايفه او الاعداد اللي انا شايفها دي على يعني من غير ما اقعد احسب كتير دول اكتر من 30,000. تعالوا نسمع شويه من هتافات جمهور النادي الاهلي وبعدين نرجع نكمل كلام. بشكر الزملاء في موقع البوابة نيوز، احنا جايبين منهم الفيديو اللي معروض قدام حضراتكم على الشاشة. يبقى انت ما بتشوف هذا الكم من الجماهير وهذا التوافد الجماهيري، دي فرقة او ده جمهور يحرك الصخر، مفيش احسن من كده ومفيش اعظم من كده. ده رأي الاستاذ ابراهيم فايق. كابتن احمد شوبير واحد من الجمهور الاهلي صنع نجوميتهم وقيمتهم وامجادهم، كيف راى احمد شوبير على اون سبورت جمهور الاهلي في برج العرب؟ جمهور الاهلي النهارده الحقيقه من قبل المباراه بساعتين وهو بيغني وهو بيرقص وهو بيشجع وهو بيحفز وكان فريقه بيلعب المباراه النهائيه وكان فوزه بهدف وحيد يخليه هيفوز بالبطولة. جمهور الأهلي النهاردة الحقيقة وطريقة أدائه وطريقة تشجيعه مش كانت مثالية، ده كانت ما هو فوق المثالي، حاجة مش طبيعية. أولا احترام، مفيش لفظ خارج، مفيش كلمة يعني دون المستوى، مفيش أي حتى نقد للاعبتهم، وديك سامع المباراة طوال 90 دقيقة حتى المخرج ما وطاش الصوت. جمهور الأهلي عنده ثقة في فرقته، عنده ثقة في نفسه. جمهور الأهلي لا يتوقف عند خسارة بطولة، لكنه النهاردة مكاسبه أكتر بكتير من بطولة. جمهور الأهلي النهاردة أعطى للجميع إشارة إحنا جايين نشجع كرة قدم فقط لا غير. ما عندوش لافتات استفزازية، ما عندوش هتافات استفزازية، ما عندوش أي نوع من أنواع الخروج عن النص، سواء كانوا شباب أو بنات أو كبار أو صغار. بالعكس، الكل النهاردة كان عارف أنه في مهمة في غاية الأهمية الجمهور أداها، كان هو خير سفير. جمهور الأهلي النهاردة فضل من الثانية الأولى حتى الثانية الأخيرة بيشجع فريقه. مباراة فاز فيها النادي الأهلي 6-0، مش عايز مناقشة. 6-1 أو 6-0. لا 6-1 نخرج برضه. أيوه. فـ6-0 ليه؟ الجمهور ده
كسب كاس العالم للمشجعين. وصل من وجهه نظري ورسالته وصلت عبر العالم كله. ايوه ان ان النادي مش 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 اونطاجيه، ما بتنصبش على نفسها، ايوه ما بتقبلش بالاداء الهزيل او الانتصار الهزيل او الانتصار غير المستحق. تخسر بشرف تشعر بفخر. جمهوره فعلا من الحاجات اللي تقف قدامها وبدنك يقشعر بجد يا استاذ ابراهيم. يا بختك يا اهلي بجمهورك، ويا بختك يا جمهورك بالاهلي. والحقيقه النقطه برضو المهمه جدا في اللوحه الرائعه ديت العلاقه بين الجمهور والامن، لان كل التقارير الصحفيه اللي كانت جايه من برج العرب انه فيه نوع من العزف المشترك. الامن ورجال الامن ورجال حتى الجيش المشرفين على استاد برج العرب، استاد الجيش في برج العرب، الكل حاسس بجمهور الاهلي، الكل بيقدم كل التسهيلات للجمهور، الكل حريص على المعامله الكريمه اللائقه جدا، بيقدموا للجمهور كل التسهيلات في الدخول. اه في تفتيش، في اجراءات امنيه احترازيه لحمايه الجماهير نفسها، ماشيه في منتهى الانسيابيه والاحترام والرقي. فعشان كده الصوره الحضاريه اللي بدات على الابواب وبره الاستاد انتقلت الى الداخل. لا شفنا لا زي ما كابتن شوبير قال لا لفته مسيئه ولا شعار ولا هتاف خارج. الكل في معيه وحضره فريق عظيم اسمه الاهلي. عارف المباراه دي عملت ايه يا استاذ ابراهيم؟ هتكون نقطه فارقه في العلاقه بين الجماهير والامن والدخول والخروج والنظام. هذه مباراه وضعت نقاط فارقه ودوبت كثير من الجليد. نبني على ما حدث في برج العرب وتنبهوا للي هيتسللوا في وسطكم، ايوه، عشان يعبثوا في العلاقه اللي خلاص واضح ان ساعه الجد كلنا هذا الرجل. وتكون الصوره الحضاريه المحترمه جدا تنقلها القناه الناقله للبطوله. الزميل احمد نوير الحقيقه مراسل قناه بي ان في استاد برج العرب، نشوفه كيف رأى هذه اللوحة الحضارية المحترمة. ماذا لديك بعد هذا الخروج؟ وهل الجماهير خارجة راضية عن أداء الأهلي اليوم؟ أم أنها كانت تنتظر على الأقل نتيجة يعني تليق باسم النادي الأهلي أكثر من 1-0؟ تفضل أحمد. تحياتي لك أحمد، تحياتي لضيوفك الكرام، لكل مشاهدي البين سبورتس. يمكن بالتأكيد الأهلي خرج من دوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة بعد الفوز بهدف نظيف هنا على ملعبه. كما ذكرت زميلي أحمد، كان الكل يمني النفس منذ بداية الشوط الأول، والهجوم الذي بدأ به الأهلي كانت تفاعلات الجماهير كبيرة جدا مع اللاعبين، تحفيز لهم طوال عمر المباراة. ولكن ما أود أن أؤكد عليه خلال هذه المداخلة وبكل أمانة، يعني شابو لجماهير الأهلي، شابو لجماهير المصرية التي جاءت لمؤازرة الأهلي. مشهد يعني مشهد من ذهب. الأهلي انتهت المباراة، صفر حكم المباراة بنهاية المباراة وأطلق صافرته، ثم انفجرت الجماهير بهتافات مشجعة للفريق. الدوري يا أهلي، الدوري يا أهلي. يعني الجماهير يعني لم تكن قاسية في رد فعلها على الرغم من خروج الأهلي على أرضه وسط تحفيز جماهيره له. لم تخرج الجماهير بشكل غاضب على لاعبيها، وتجمع اللاعبون في وسط الملعب وهتفت الجماهير لهم، وذهب اللاعبون إلى الجماهير لتحيتهم على هذه المؤازرة. جماهير بصراحة يعني جماهير لها التحية والتقدير على ما فعلته اليوم. يمكن كان هناك يعني تحفظات وبالنسبه للجماهير وبالنسبه للاعبين وبالنسبه للجهاز الفني للاهلي على اداء التحكيمي للمباراه، وما شاهدته بعيني يعني كان هناك حاله من الاستفزاز الى حد ما من بكاري جسامه اثناء خروجه من الملعب. كان الامن يحاول اخراجه بشكل امن بصراحه، وهذا ما شاهدناه وتابعناه. ولدى خروجه يعني كان يتلكأ في الخروج لدرجة أن الأمن كان يدفعه إلى الأمام، ولكنه كان يتلكأ وينظر إلى الجماهير، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الجماهير وكان وألقوا بعض الزجاجات المياه البلاستيكية حتى ذهب ودخل فريق سان داونز إلى الداخل. لكن تحية للجماهير في العموم على أدائها ومؤازرتها لفريقها. طيب جماهير من ذهب، مش عايزة مناقشة. هذه الجماهير عوضت الأهلي
امام الراي العام العالمي. ايوه قال انا قله لكل العالم. لا 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 قالت لهم لا لا قالت حاجه ثانيه. العالم يرى الاهلي من خلال جماهيره الان. قيمه الاهلي في هذه المباراه نقلت الى العالم من خلال جماهيره. بس انا بقى جاي عند كلمه قالها مهمه جدا عشان الكابتن مدحت شلبي بقى انا اللي اعدله. ركز قال كلام حلو في حق الجماهير وبعد في الاخر ايه الازايز ومش عارف ايه. يا كابتن مدحت انت سمعت الكلام ده وسمعت انه كان بيستفز الجماهير عشان الجماهير تعمل كده لان الراجل ده وصل الى مرحله ان يوظف لاستفزاز الملاعب المصريه. الراجل ده جاي برساله يؤديها مش ماسك صفاره. فكان ينبغي ان تكون انت المنصف في هذه اللقطه وزي ما اعتذرت في الاولى مش هقول لك اعتذر في الثانيه بس كنت عرفت ملابساتها انا معاك. لا حتى لو في استفزاز انا مش مع غطا كازوزه ترمي او غطا ازازه بلاستيكيه تترمي خالص غطا ازازه لكن كمان مش مطلوب من الحكم ان يتلكا وينظر للجماهير باستفزاز ويستفزوا هو بيستدعيهم انهم يغلطوا. بيقول لك الامن كان يدفعه الى الدخول وهو يتلكى. ادخل بقى لم الليله بتاعتك دي وهو يتلكى. هو الراجل ده جاي برساله والله جاي رساله جاي كان جاي يعمل حاجه والجماهير اللي من دهب فوتتها عليه. هنشوف كشف حساب هذا البكاري لكن اذا كان وعي الجمهور تدفق في برج العرب بهذه الصوره الحضاريه الرائعه فعبر السوشيال ميديا وعبر كل وسائل التواصل الاجتماعي كان سلوك جماهير الاهلي ومحبيه ايضا حاضرا ويبعث برساله للاعيبه الاهلي اعملوا كل اللي عليكم وفي النهايه معاك يا اهلي. نشوف هذا التقرير. صنع في الأهلي جماهير عشقت ناديها الذي طالما منحها الزهو والفخار فكانت له سندا عندما عز عليه الانتصار وكما كان الدعم في المدرجات كان أيضا على صفحات السوشيال ميديا بأحرف من ذهب. بدأ جروب أهلاوي وأفتخر بدعم اللاعبين ارفع راسك يا أيمن أنت أهلاوي. يرد عليه جروب مع الأهلي دائما وأبدا قدر الله وما شاء فعل القادم أفضل. تثبت الجماهير أن العشق ليس شعارات فيكتب جروب افتخر أنت أهلاوي معاك على المرة قبل الحلوة مش كلام دي أفعال. فيزيد جروب مع لرفعة الأهلي من شعر المحبة بيتا فخور بالانتماء للأهلي العظيم ولاعبيه ورئيسه. يتجاوز جروب الأهلي حبيبنا الموقف الحزين إلى الثناء والمؤازرة برافو يا أهلي ومعك على المرة قبل الحلوة. فيؤكد جروب عائلة الأهلي على العلاقة الفريدة أعظم نادي في الكون لو كل الدنيا ضده هفضل أحبه بجنون. من جروب أولتراس أهلاوي حاربتم وكنتم رجالة لكنه الحظ والحكم معاك يا أهلي. فيأتي تأكيد من جروب صوت الأهلاوية هي الناس اللي بتطمن الأهلي وتقول له إحنا معاك هو إحنا نقدر نسيبه هو عشق الأهلي بمزاجنا. فيرد أولاد التتش مجددا على الحلوة والمرة معاك يا أهلي. تأتي لقطة الكابتن الخطيب الحزينة في المدرجات لتكون حديث الجماهير الوفية فيكتب جروب نادي القيم والمبادئ كم أبكيتنا فرحا كم ملأت قلوبنا سعادة عشت لنا قيمة وقامة مثلا ومثالا. فيأتي رجع الصدى من جروب عين على الأهلي لا تحزن كلنا معاك. رؤية مختلفة من الخبير الكروي محسن صالح رب ضارة نافعة الخروج من البطولة الإفريقية هو علاج مر لظاهرة إرهاق وإصابة اللاعبين ولتفادي التعرض لها مستقبلا. أخيرا وليس آخرا كانت ردات فعل الجماهير الرائعة محل تقدير وثناء من الخبراء والمشاهير فكتبت الفنانة ندى بسيوني عظيم جمهور الأهلي. يرد المحلل الكروي خالد بيومي من لا يشكر الناس لا يشكر الله تستحقون الثناء شكرا جمهور الأهلي العظيم. يزيد المعلق الكروي الأهلاوي محمد الكواليني في الثناء
أحلم في المباراة مساءلة الجماهير العظيمة للاعب الأهلي، فيما يترك النجم شريف عبد الفضيل الصورة تتحدث: أترك لكم التعليق لهذا السبب، الأهلي هو الكبير، علاقة بين نادي الشعب وشعبه صنعت في الأهلي، لن تجدها في مكان آخر. ولأن الأهلي يا أستاذ إبراهيم ليس مجرد نادي. الأهلي فكرة لا يملكها أحد، وتملك الجميع وتتملك الجميع كمان، وتملك أيوه. الجميع مش بتتملك مني، وتملكني أيوه. هي فكرة مهداة للإنسانية بما تمثله من احترام وعراقة ورقي ودعوة إلى السلام وجسور المحبة، وأن تنتصر على نفسك قبل أن تنتصر على المنافس، وأن تعلم كيف تكسب، وأن تعرف كيف تهزم لتنطلق أقوى. الأهلي يا أستاذ إبراهيم ليس كيان، هو فكرة.